السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى هاد لا فيديو ديالي يلقاكم مزيان. المهم هنا البنات غادي نجي ديريكت مع الطريقه. المهم هنا راه درت البسكوي اللي درت فهاد تشيز كيك، وما درت البسكوي وغادي درت معاه واحد جوج ياغورت وغادي نخلطهم هكا مزيان، ومن بعد غادي نديرهم في الاطار هكا باش فاش نقدهم في الاطار ديالي غادي نهز واحد هكا كاس ولا بوم شي حاجه بحال هكا غادي ندير بها نبقى نقد بها داك البسكوي ديالي في الاطار ديالو، ومن بعد غادي نديرو في الثلاجه وغادي نخليه يبرد شويه، ومن بعد غادي نقادو الكريمه وغادي تشوفوا الطريقه معايا في الفيديو. كنتمنى هاد الفيديو ديالي يعجبكم. المهم هنا بعد ما قديت الكريمه كل واحد عارف الطريقه ديالها، وهنا خلطتها مع واحد جوج بيرليات وغادي نعاود نضربهم واحد شويه مو حتى نخلط داك المكونات مزيان. وكنتمنى هاد الكيكه ديالي تعجبكم، وهاد لا فيديو ديالي طلعوا لينا في المشاهده، ودير لينا واحد جيم الى عجبكم، واحد الكومونتير يكون مزيان. وهذا ما كان. المهم صراحه راه هاد الكيكه جات زوينه مذاقا وشكلا، وكنتمنى تتبعوا لا فيديو حتى الاخر. وهكا عجبكم، وهنا غادي نزيد لي واحد جوج داك ديال البسكوي اوريو، هذاك اوريو كنزيدو حتى هو من غير الاضافه، اي حاجه كتبغي تضيفها ماشي مشكل. انا هادشي اللي درت فيه دابا، وممكن كيزيد ليه المكسرات كيدير ديك القرمشه ديالها مع الكريمه، وممكن نخلطوها حنا غير بواحد الشويه باش ما طيح ليناش ديك الكريمه ديالنا ما تهبطش. وغادي نجبدو دابا غادي نجيبو داك البسكوي اللي كدينا في داك الاطار وغادي نخوي عليه داك ديك الكريمه، ومن بعد غادي نقادو طبقه اخرى. المهم هنا فاش غادي نديرو فهنا وغادي بشويه حتى نقادوه غادي نديرو في الفريكو واحد المده، يعني مده واحد ساعتين بحال هكاك مو حتى كتشدني مزيان راسها، ومن بعد عاوتاني كديروا ديك الطبقه الاخرى، ومن بعد كنخليوها عاوتاني تبرد. وهكا هذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار، وشكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم لينا. كنتمنى ما تبخلوش علينا من الكومونتيرات ديالكم والبصمه ديالكم، وهكا غادي نزيدو ان شاء الله لقدام. وسمحوا لينا على هاد الغيبه هادي شحال هادي ما حطينا شي فيديو غير مع الوقت وصافي دابا كنا عاوتاني نرجعو نحطو لكم. المهم حنا راه عندنا الطبقه ديالنا الثانيه، هنا راه عندنا الفلو، عندنا العصير ديال الحامض، وعندنا واحد جوج فانيات، وهنا عندنا واحد جوج معالق ديال النشا. المهم الطريقه هادي غادي تشوفوا الطريقه ديالو بالتفصيل في الفيديو. المهم هنا راه تنحطوا واحد تنديروا كيسان د الماء، وهذه ممكن تتبعوا الطريقه. المهم راه كنديروا هذا الشيء كامل وكديروا فوق البوطه حتى كيعقد، ومن بعد كتلوحوا، ولكن غير فاش كتلوحوا فوق باش كنديروه فوق ديك الكريمه كنخليوه بشويه باش ما يهبطش، حيت هو تيبقى دافي كنخليوه حتى كيدفع عاد كنديروه فوق ديك الكريمه. المهم هنا درنا واحد ربعة الكيسان ديال الماء، المهم درنا هنا داك نص كاس ديال الحامضة، درنا هنا واحد جوج طانية، درنا جوج ديال درنا الفلو. المهم هذا مكان، وكنتمنى هاد الفيديو ديالي يعجبكم، وبسلامه عليكم حتى الفيديو الاخر ان شاء الله. وقولوا لي كي جاكم هاد التشيز كيك، كي جاكم هاد الشيء، وتبارك الله عليكم. يلاه تهلاو، وما تنساوش لينا واحد جيم يكون مزيان. يلاه تهلاو وبسلامه عليكم حتى الفيديو الاخر ان شاء الله يا ربي.